شكرا للزميلة ضحى الزهيري. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وجولة جديدة لمتابعة الحالة المرورية تقدمها لكم قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وضيفنا اليوم من داخل الإدارة العامة للمرور المقدم مصطفى إبراهيم، رئيس غرفة العمليات بالإدارة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وتحياتي للأستاذ ضحى ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك فندم. بداية نستعرض الحالة المرورية وبعدها ننتقل للمؤثرات. يعني يمكن الحالة المرورية النهاردة يوم الاثنين هو البداية الحقيقية لقياس يعني الحركة المرورية على مستوى الطرق. يمكن زي ما احنا شايفين في الشاشة الآن الأمور يعني بتشهد نوع من الكثافات المرورية المتحركة بدون أي مؤثرات. المحاور الناقلة للحركة من القاهرة إلى الجيزة والعكس بتشهد ارتفاع ملحوظ في معدلات الحركة المرورية. يمكن عشان احنا الوقت داخلين على الساعة 8:30 في وقت الذروة الصباحية، أبنائنا الطلبة الثانوية العامة متوجهين لأداء الامتحانات في المدارس، بعض السادة المواطنين متوجهين لأعمالهم في مناطق أكتوبر وفي مناطق القاهرة، والمؤثر اليوم اللي عندنا اللي هو السادة المواطنين اللي بيتم نقلهم من القاهرة إلى الجيزة ومن الجيزة إلى القاهرة لقضاء مصالحهم ولإنهاء أعمالهم. لو جينا على الشاشات يمكن ده الاتجاه كوبري 15 مايو الاتجاه القادم من محور 26 يونيو وميدان لبنان اتجاه وسط القاهرة. يمكن هذه المنطقة اليومية اللي معانا، يمكن المنطقة تحديدا اللي أسفل هذا الإعلان، في هنا منطقة فواصل ومنطقة أعمال بيتم إصلاح الفواصل فيها، بنضيف إليها أيضا مطلع شارع النيل اللي جاي من العجوزة. هذه المنطقة بتشهد كثافات مرورية لوجود أكثر من تدخل مروري ولوجود أكثر من محور مروري. بتستمر معانا هذه الكثافات المتحركة حتى منطقة منزل الزمالك. هذه المنطقة خلينا نقول فيها وقوف متكرر لبعض السيارات الأجرة لقبول بعض الركاب. يمكن ده كشك الخدمة بتاع المرور، يمكن هو مش واضح شوية عشان الصورة مش جايبة قوي، لكن هذه المنطقة هي المنطقة المؤثرة والمنطقة اللي بيبقى فيها كثافات في كوبري 15 مايو. لو نقلنا الكوبري اكتوبر الاتجاه المتجه من مدينة نصر لمناطق العباسية ورمسيس واتجاه مناطق الجيزة، الحمد لله بيشهد كثافة مرورية عالية. يمكن هذه المنطقة أيضا اللي جاية مع نهاية الكوبري من أمام وزارة المالية لغاية نهاية الكوبري هي بتشهد بعض الكثافات لمسافة 300-400 متر، لكن هي كثافات متحركة بدون أي عوائق وبدون أي مؤثرات، بتستمر معانا لغاية منزل أو النهايات الطرفية لكوبري اكتوبر. ننتقل كده إلى محور 26 يوليو أعلى ميدان لبنان الاتجاه المتجه إلى مدينة أكتوبر، وده الاتجاه القادم من مدينة أكتوبر. يمكن الملاحظ إن الاتجاه كل يوم بنشاهد هذا الأمر في بالنسبة للكثافات اليومية، بنلاحظ دايما إن دايما السيارات معظم السيارات المتجهة من مدينة أكتوبر إلى مناطق وسط المدينة ومناطق القاهرة هي السيارات الخاصة، السيارات الملاكي، لأن بتبقى بعض السادة المواطنين متوجهين إلى انهاء بعض عملهم داخل القاهره. الاتجاه الاخر بنلاحظ زي ما هو باين في الصوره ان هذه كل معظمها بيبقى سيارات نقل الركاب الجماعي، بيبقى عربيات كبيره، سيارات ميكروباص، سيارات 26 راكب، سيارات الشركات يعني الشركات العامله في مدينه 6 اكتوبر. بنلاحظ ان معظمها شركات بتقل العاملين في مدينه اكتوبر. مناطق شرق القاهره محور العروبه وامتداده مع صلاح سالم، ويمكن هذه المنطقه بتشهد الحمد لله سيوله مرورية عاليه في كلا الاتجاهين، المتجه من العباسيه الى كوبري المطار والعكس. ميدان رابعه العدويه، يمكن الصوره النهارده جايبه الميدان من منطقه علويه شويه ومن منظور افق علوي شويه، فجايبه الى حد ما امتداد لحركه المرور. بنلاحظ ان بخلاف منطقه اشاره اللي بتنظم حركه المرور في الميدان، هذه المنطقه فيها سيوله مروريه، ولو رجعنا بالكاميرا ورا شويه هنلاحظ برضو ان في سيوله مروريه. هو المنطقه اللي فيها تكدس منطقه الاستيراد وميدان رابعه العدويه هو فقط منطقه الاشاره، وبتنظمها الحركه المروريه بغلق كلا الاتجاهين وفتح الاتجاهين الاخرين. منطقة الأوتوستراد الحمد لله برضو يمكن الأمور فيها يعني تسير بصورة طبيعية والحركة المرورية فيها سيولة شوية. يمكن منطقة الأوتوستراد هي منطقة لبداية رحلة طويلة للمتجهين بقى الحلوان و15 مايو وأهالينا وأخواتنا المتجهين إلى مناطق الصعيد من خلال الطريق الشرقي. التكدس فقط بيكون أمام محطات البنزين؟ هو المؤثر ده معانا بقاله كام يوم، محطات البنزين معانا بقالها كام يوم بتظهر في أوقات الكثافات المرورية وبتختفي. يعني ان شاء الله نامل ان المشكله تنتهي، الازمه تنتهي بشكل جذري يعني ان شاء الله. ده منطقه صلاح سالم استكمالا بقى مع محور العروبه وصلاح سالم، المنطقه المتجهه لمنطقه الازهر والقلعه واللي جايه من منطقه الازهر والقلعه ذهابا وايابا بتشهد الحمد لله سيوله مروريه على كافه المحاور بدون اي مؤثرات. يمكن خليني انتقل مع حضرتك في عجاله كده لبعض المؤثرات اللي حدثت في خلال 24 ساعه الماضيه.
يمكن الحادث الوحيد اللي سجلته الغرفة على مدار نطاق اختصاص الإدارة هو حادث وقع الساعة 12:05 بالظبط صباحا في الكيلو 39 في طريق مصر اسكندرية الزراعي في منطقة كوخ طوخ قرية كفر الحص. عربية نقل مقطورة نمر الدقهلية محملة طوب أبيض، سيارة ميكروباص أجرة نمر الأليوبية نتيجة عدم اليقظة اصطدم بالسيارة النقل بالمقطورة من الخلف. السيارة النقل المقطورة السيارة الأجرة انقلبت في نهر الطريق، وحمولة اللي كانت محملها السيارة النقل انقلبت على الطريق. رجال إدارة عمرهم انتقلوا وتم التعامل مع البلاغ، لكن كان لها تأثير كبير جدا على الطريق الزراعي، يمكن استمر معنا لغاية حوالي الساعة 4:05. في ضحايا؟ الحمد لله يعني لم يحدث وفيات، هو في فقط 9 مصابين من السيارة الأجرة إصابتهم خفيفة، هو في 7 منهم خرجوا من المستشفى ويبقى 2 فقط. المؤثر الآخر اللي تلقيناه، هل تم رفع هذا الحادث ولا ليس؟ لا، حاليا الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن الحادث وقع حوالي الساعة 12:05 صباحا. لغاية ما تم رفع الحادث ونقل المصابين ورفع السيارة الأجرة اللي كانت مقلوبة في نهر الطريق، استغرق البلاغ معانا حوالي من 5 إلى 6 ساعات. كان له تأثير كبير جدا على الطريق الزراعي، يمكن يعني الفترة الزمنية اللي وقع فيها الحادث هي كانت فترة برضو فيها انخفاض شوية في معدلات الحركة، لكن كان لها تأثير كبير على الطريق الزراعي. دايما بننبه وبنشيد بالسادة قائد المركبات وبالذات السيارات الأجرة، لا تطيل زمن القيادة. لو كانت رحلتك المرورية طويلة لا تطيل زمنك. الحادث من الأمس وقع نتيجة عدم يقظة قائد السيارة الأجرة، اصطدم بمؤخرة السيارة النقل من خلف نتيجة عدم يقظته. ممكن يكون ده بقى لأسباب متعلقة بقى بالإرهاق وللأسف يعني في عندنا ثقافة مغلوطة لدى قائد السيارات الأجرة والنقل التقيل بالذات، إنهم بيتباروا في طول مدة القيادة. أنا رحت أسوان ورجعت في نفس اليوم، أنا سايق بقى لي 10 ساعات ما أرهقتش ما نمتش. للأسف هذه ثقافة خاطئة وهذا مفهوم خاطئ. المقياس العالمي للقيادة لا تتولى قيادة سيارة أكثر من 120 دقيقة ساعتين بأي حال من الأحوال، ساعتين 120 دقيقة 150 دقيقة أقصى حاجة، ولا بد أن تأخذ قسط من الراحة ولو 10 دقائق تستعيد في نشاطك البدني ونشاطك الذهني. عمل استراحة هو في العربية نفسها من غير بدون ما ينزل منها أو أي حاجة 10 دقايق وبعدين يكمل رحلته مرة أخرى؟ أيا مكان نوع الريست اللي هياخده أو الراحة اللي هياخدها، المهم إن هو يخرج من يعني من مود التركيز مع القيادة وعجلة القيادة والطريق والمؤثرات والتخطي. كل دي بتشغل ذهن القائد، يعني بتشغل ذهنه إلى درجة كبيرة، لابد أن يستريح ويعطي نفسه قسط من الراحة حتى يكمل رحلته المرية على خير وسلام. للأسف يعني زي ما قلت لحضرتك هم بيتباروا في طول مدة القيادة. أنا بقالي 24 ساعة سايق، أنا ما نمتش من امبارح، أنا مش عارف إيه، كل هذه مفاهيم خاطئة لابد أن يعيد إخواننا قائد المركبات النظر فيها حرصا على سلامتهم وسلامة مستقل السيارات اللي معاهم. هل هناك مؤثرات مرورية أخرى؟ يمكن زي ما قلت لحضرتك تلقينا إخطار من غرفة عمليات إدارة مرور الأليوبية في منطقة القناطر الخيالية منطقة كوبري الحادثة. مشاجرة بين بعض الأهالي يعني أدت إلى وفاة شخص إلى رحمة الله على أثر ذلك. الكلام ده كان حوالي الساعة 7:30 الصبح. على أثر ذلك تجمع عدد من أهلية الشخص اللي توفى إلى رحمة الله على الطريق، وتم قطع الطريق في الاتجاه من القناطر الخيرية إلى اتجاه منطقة أليوب والطريق الدائري. بينصح بعدم استخدام هذا الطريق في الوقت الحالي، ممكن بقى استخدام طريق أخرى فرعية أو بديلة وصولا لطريق مصر اسكندريه الزراعي واستكمالا بقى مع اليوب والطريق الدائري. البلاغ ده جالنا حوالي الساعه 7:15 7:30 ومستمر معنا حتى الان، وما زال القطع موجود معنا حتى الان. الطريق مقطوع؟ ما زال الطريق مقطوع حتى الان. انا يعني بنصح اخواننا المتجهين من القناطر الى مناطق اليوب والطريق الدائري يسلكوا بعض الطرق الفرعيه الاخرى وصولا للطريق الزراعي واستكمالا مع الاداره العامه للمرور. عملت تحويلات في الطريق؟ احنا اخترنا اداره مرور الاليوبيه وتلقينا اخطار من غرفه عمليات اداره مرور الاليوبيه بان في تحويلات موجوده على الطريق، لكن جغرافيتها بالظبط يعني مش عايز اقول كلام يعني يكون، لكن لو في اي استعلامات او اي شيء هم اخترتنا اداره مرور الاليوبيه ان تم اجراء التحويلات في الاتجاه من القناطر الى اتجاه اليوب والطريق الدائري من خلال بعض الطرق الفرعيه وصولا للطريق الزراعي واستكمالا بقى مع مناطق اليوب والطريق الدائري. أسأل حضرتك دور الإدارة العامة للمرور في مثل هذه الحوادث، قطع الطرق، حادث معين؟
والله حضرتك لما بيحصل نوع من هذه الحوادث بتنتقل عده جهات من الوزاره، بينتقل الاجهزه الامنيه، بينتقل القيادات المديريه، بينتقل اجهزه البحث، ومن ضمنها المرور. كل جهاز من اجهزه الوزاره له دور. مش معنى كده ان احنا بنعمل منفصلين كل واحد في دوره دون النظر الى دور الفريق الاخر. بقى في قياده موجوده من المديريه او من المنطقه اللي وقع فيها الحادث بتنظم هذا العمل. دور المرور بيتم في حاجتين مهمين جدا: اجراء التحويلات المروريه بعيدا عن منطقه الاحداث، وعدم دخول السيارات ومستخليها الى منطقه الاحداث حرصا على سلامتهم والا يطولهم ما يجري من احداث. في الاخر بيتم بعض المفاوضات الى ان يتم اقناع قاطع الطريق وبيتم فتح الطريق، لكن طبعا بيكون اسرع على حركه المرور في المنطقه اللي بيتم فيها القطع. هناك مؤثرات اخرى غير القناطر؟ معانا مؤثرات مستمره، يبقى على الطريق الدائري من مطلع الاوتوستراد في اتجاه المحكمه الاقتصاديه والتجمع الخامس، ده في حوالي 40% من نهر الطريق مقطوعين او بيتم فيهم توسعه حاره من حارات الطريق في الاتجاه من مطلع الاوتوستراد لغايه التجمع الخامس. عندنا طريق مصر اسماعيليه الصحراوي في بعض الاحمال من بدايه من الكيلو 21 لغايه مدينه العاشر رمضان في كلا الاتجاهين. عندنا المؤثر بقى اللي نحب ننوه ليه للساده المواطنين هو منفذ السلوم البري. منفذ السلوم البري في يعني اتصالات مستمره بيننا وبين قيادات المنفذ الامنيه وغرفه عمليات مديريه امن مطروح. تلقينا اخطار بان في تكدس كبير من سيارات النقل الثقيل في اعلى منطقه الهضبه وفي اسفل الهضبه. يمكن اخر اخطار امبارح كان حوالي 600 سياره. ده بيستتبعنا ان احنا نخطر الساده المواطنين. هو الحقيقه معظم السيارات المتجهه للسلوم بتبقى محمله بمواد البناء والاسمنت والسيراميك والرخام، معظمهم محمل رخام، لكن في بعض الساده المنتجي المواد الغذائيه ومصدرينها بيبقوا محملين مواد غذائيه متجهه بها الى ليبيا. هذه النوعيه من الحموله يفضل ارجاء بدء الرحله المروريه بس لمده 48 ساعه و72 ساعه لغايه ما تنتهي هذه الازمه. ايه سبب تكدس 600؟ حضرتك بتقول 600 سياره؟ لا، سبب تكدس هذا العدد على المنفذ؟ اختار اللجان بالمنفذ بان في يعني بطء في اجراءات السحب من الجانب الليبي. اجراءات بقى التاكد من الحموله وتاكد من مستقل السياره، بعض هذه الاجراءات بتطول شويه من جانب السلطات الليبيه، بتطيل زمن الدخول. يعني العربيه اللي كانت بتاخد مثلا 10 دقائق على ما يسمح لها بالدخول بقت تاخد مده اطول، فده عمل كثافات شويه في السيارات المنتظره في منطقه المنفذ. هل في مضبوطات بالامن؟ والله عدم وجود مضبوطات ده في حد ذاته نجاح. يعني ما فيش مضبوطات يبقى احنا الامور الحمد لله كويسه. لكن الحمد لله خلال ال 24 ساعه الماضيه يعني اعتقد كان اخر اخطار عندنا على طريق وادي النطرون العالمين، بس كان اول امس متاخر، كان في ضبط 20,000 لتر سولار مهربه بدون اوراق وتم تسليمهم لمباحث تمويل مديريه امن مطروح. شكرا لحضرتك استاذ المقدم. شكرا لحضراتكم. كانت هذه جوله لاستعراض الحالة المرورية في شوارع القاهرة، وعودة إلى الاستوديو مرة أخرى مع الزميلة ضحى الزهيري.